بسم الله الرحمن الرحيم. خواطري عن الأخلاق بسجلها بشكل تلقائي في كراسة التحضير، وآجي أقولها لكم من غير وتوش ولا تزويق، زي ما أنا حسيتها وزي ما أنا كتبتها. خلق الحياء، أما خلق عجيب وجميل بشكل، خلق ملوش لما تيجي تقول كلمة الحياء المرادف بتاعها في اللغات الأخرى ما تلاقيش. تلاقي في الإنجليزية كلمة شاي، شاي مش الحياء، شاي الخجل. الحياء كلمة خاصة بينا قوي، خاصة بخلق أصيل في الإنسان المسلم والإنسان العربي. يعني إيه حياء؟ حياء تستحي أن يراك الله ويراك الناس تفعل الأشياء الدنيئة. حياء إنك تكذب فتبقى صغير حتى لو قدام نفسك ومحدش كشفها. الحياء إنك تزني وتشعر إن أنت ضئيل بهذه الصورة حتى لو محدش شافك. الحياء إن ربنا يشوفك بتفعل أشياء رديئة. الحياء إنك تدخل على النت وتقعد تتفرج على أشياء إباحية وحتى لو محدش شايفك، لكن تستحي إن أنت يبقى شكلك كده. الحياء صفة جميلة. الحياء إنك تقف وسط العمارة وتزعق وتشتم وأنت المفروض راجل محترم. الحياء بيساعد عليه إنك أنا بني آدم محترم، أنا محترم فمش عايز أسرق، أنا محترم فمش عايز أزني، أنا محترم فمش عايز أكذب، أنا محترم. الحياء جميل قوي، الحياء صفة جميلة، الحياء نصف الإيمان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، الحياء كله إيمان. الحياء يا جماعة، وأنا بحضر قعدت أسأل نفسي، هو كلمة الحياء جاية منين؟ طلع إنها جاية من الحياة. واخد بالك، حياة وحياء الاتنين نفس الكلمة. بمعنى إيه؟ لقيت إن كاتبين كلام حلو قوي في المعجم، يقولك الحياء دليل حياة القلب أو موته. عشان كده الحياء من الحياة، طول ما قلبك حي عندك حياء. أوه، على المعنى الكبير. فكلما كان القلب حيا كان الحياء أتم وأكمل، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. الله على الكلام. ونقصان حياة المرء من نقصان حياته. بعدين يقول لك فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلم من القبائح فلا تستحي منه. لو أنت من جوه قلبك ميت مش هتحس بحاجة وحشة، فما عندكش، أنت مش حي فما عندكش حياء. الله على المعنى الكبير. طب إيه الفرق بين الخجل والحياء؟ يقول لك إن الخجل ارتباك يصيب الإنسان لو الناس بتبص عليه فيحصل له خجل. سببه إيه؟ سببه قلة ثقة في النفس، بيكسف، قلة ثقة في النفس. الحياء غير الخجل. الحياء من كتر ما انت مقدر نفسك، عكس الخجل، من كتر ما انت مقدر نفسك ما تحبش تحطها في المواقف الوحشة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة. الإيمان حوالي 60 درجة، والحياء شعبة من الإيمان. الله، هو رسول الله ما قالناش ليه بقية الشعب؟ في حديث تاني قال لك الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. فين بقية 60؟ وش معنى قال لنا الحياء بس؟ لو جبت الحياء هتجيب الباقي، لو جبت الحياء هتستحي إنك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. الحياء هو اللي يكر لك ويجيب لك بقية 60 شعبة بعد لا إله إلا الله. عشان كده النبي ذكره لوحده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. لو فقدت الحياء فقدت الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. لو أنت إنسان حيي كل حياتك هتبقى خير. جرب كده، جرب كده تعيش بحياء، تعيش بأدب، تستحي أن يراك الله أولا تفعل الدناية، تستحي احتراما لنفسك إنك قدام نفسك تكون صغير وبتكذب وبتعمل أشياء سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. هل أنت حيي؟ هل تحب تعيش بالحياء فتكون قريب من الإيمان؟ الحياء كله خير، تعالوا نعيش بالحياء. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.